ايوا انت سي زكريا تبارك الله هالجريده هالخصيصه هالخصيصه هالبيسين هالبيسين نوارها انت سي زكريا لابيسين تبارك الله اللي ما تيجور فيلا الضو هو هذاك دخل شوف شويه لداخل دخل شوف شويه سي زكريا ها شوف مرحبا سي زكريا هالشويه انت سيدي الشوية ديالك يا كل شيء هو باين يلا تبارك الله عليك ها انت هاي الدويرة ديالك تبارك الله صافي السلام عليكم توحشناكم توحشنا جميع متتبعينا الكرام واليوم جيناكم بواحد لا فارم اللي ما شاء الله اللي كما غتشوفوها وغتعيشوا معنا بحال راكم معنا في هاد لا فارم هادي اللي قريبه للطريق هي الطوموبيل دايزا وبين لكم طريق ودرون ما كملاش عليها بواحد 200 متر هاد الضيعة هادي مجهزة بكل شيء فيها دايرة بالزيتون فيها فيلا فيها مسبح فيها كوارة فيها الدار ديال الأساس على جنب القدرون محفظة تيتري فيها أشجار ديال الشهدية على ثلاثة الأنواع فيها بعويد ومرحبا بكم جات مجاورة مع الغابة من واحد جهة ومجاورة مع الواد وداخلين في التيتخ ديالها جوج ديال العيون يعني بالنسبة للماء ما عندناش ما نقولو فيه يعني جوج ديال العيون والواد والقدرون تيتري مرحبا بكم اللي بغى يتعاون معنا مالي اللي برك على جيم باش الفيديو يتعرف وشكرا بزاف ميرسي بوغتو وتبارك الله عليكم ويخلي لنا واحد الكومونتير من المدينه منين راه متبعنا باش نعرفوا المتتبعين ديالنا الكرام تحيه لكم كاملين عزازين ونتمنى من الله اي واحد كيقلب على شاف على شي فارم صغيره كبيره من الثمن كي عندنا لي فارم من 20 مليون حتى ل 500 مليون وما اكثر تحيه لكل المتتبعين الكرام وتبعوا معنا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا لا فارم كامله ومرحبا بكم وشكرا بزاف لاصحاب القلوب البيضاء اللي غادي يبركوا على جيم وغادي يشجعونا باش الفيديو يتعرف والمناطق الجميله المغربيه تتعرف والضيعات الفلاحيه اللي في المستوى يشوفها الناس وحدين اخرين تحيه لكم وتحيه لكل المتتبعين الكرام من القلب هذا خوم ديال الدجاج تبارك الله فيه الحجال فيه الدجاج فيه الحمام ما شاء الله المساحه ديال هاد الارض هذه تقريبا 5 ديال الهكتارات تقريبا فيها الزيتون كما قلنا فيها الشهديه على ثلاثه الانواع فيها بعويد شاد على الواد اللي مازال غادي نوصلوه غادي تشوفوه فيها جوج ديال العيون فيها خزان ديال الماء كبير فيه البط غادي تشوفوه حتى هو فيها كواره ديال الابقار والاغنام المهم فيها كل ما كتمنى اي واحد في لافيرم ديالو الزيتون هو هذا كبير ومرحبا تمشيو معنا تشوفو الفاسان ديال الماء مجهزة بالكوتا كوت مجهزة بكل شيء ومرحبا بكم
هي اللي غير هي باش داو.